السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صف أول، كيف حالكم؟ لعلكم تكونون بخير. اليوم سنشرح الضمائر. الضمائر هي أنا، هو، هي، نحن، أنت، أنت. سنأخذ بعض الضمائر، ولكن كل ضمير له استخدام. أنا ونحن نستخدم أنا ونحن مع المتكلم، ولكن أنا مع المتكلم المفرد المذكر والمفرد المؤنث. مثال: أنا اسمي محمد، أنا مريم، أنا ولد، أنا بنت، أنا تلميذة. لذلك نستخدم أنا مع المفرد المذكر، مثل أنا ولد، أنا اسمي محمد، أنا هاشم. ولذا وأيضا نستخدم أنا مع المؤنث أيضا، أنا بنت، أنا تلميذة رائعة، أنا هدى. إذا نستخدم أنا مع المذكر، أنا للمتكلم مع المفرد المذكر والمفرد المؤنث. نحن نستخدمها أيضا مع المتكلم، ولكن مع متكلم مع الجمع، مثل نحن تلاميذ أذكياء، نحن تلميذات. إذن هنا نستخدم هنا مع الجمع المذكر، مثل نحن تلاميذ، أو نستخدم مع المفرد مع الجمع المؤنث، نحن تلاميذ. لذلك صف أول، ركز معي، أحسنتم. أنا ونحن مع المتكلم، ولكن أنا مع المتكلم المفرد المذكر والمؤنث، ونحن مع المتكلم الجمع. أحسنتم، صف أول. نتذكر الضمائر. ماذا يتبقى من الضمائر؟ تحدثنا عن أنا ونحن، أحسنتم، هو وهي. هو وهي نستخدم هو وهي عندما نتحدث عن شخص غائب، أو شخص أو بنت غائبة. مثال: هو ولد ذكي. هذا شخص ليس موجود أمامك، نقول هو ولد ذكي، هو طالب ذكي. أيضا هي مع المؤنث، هي بنت رائعة، هي بنت مهذبة، هي بنت ذكية. نستخدم هو مع المذكر، هي مع المؤنث. أحسنتم، صف أول. هو للمذكر، هي للمؤنث للغائب. ماذا يتبقى من الضمائر أيضا؟ نتذكر جيدا. أحسنتم، صف أول. أنت وأنت، ولكن أنت للمخاطب. تذكر جيدا، أنت وأنت للمخاطب. أنت للمخاطب المذكر، أنت للمخاطب المؤنث. مثال: عندما أقول أنت ولد رائع، عندما أتحدث أمام شخص يقف أمامي أخاطبه وجها لوجه، أستخدم أنت. عندما أتحدث إلى مؤنث، إلى بنت أو إلى فتاة، أستخدم أنت، أستخدم أنت. ونلاحظ في الكتابة هناك فرق بسيط: أنت الفتحة فوق التاء، أنت كسرة تحت التاء. ممتاز. عندما أقول أنت ماجد، فكر معي في أمثلة. صف أول، فكر معي، فكر. أحسنتم، رائعين. أنت ماجد، تقرأ الدرس. أنت ولد. عندما أقول مع، عندما أتحدث إلى المؤنث أقول أنت تلميذة، تقرأين الدرس. أنت بنت ذكية. لذلك هيا نتذكر سويا ما تحدثنا عنه: الضمائر، أنا، هو، هي، نحن، أنت، أنت. ولكن أنا ونحن للمتكلم. أحسنتم، أنا للمتكلم المفرد بنوعي المذكر والمؤنث، نحن للمتكلم ولكن الجمع، هو وهي يستخدمان عندما أتحدث عن شخص غائب، هو وهي للغائب.
نحن أنت وأنت عندما أتحدث إلى شخص مباشرة ويستخدمان للمخاطب. لذلك هنا نكون بذلك أخيرا نكون أتممنا الضمائر. نتذكر جيدا مرة ثانية، ها ركز معي، كل أنت صف أول، ها الضمائر ما هي؟ ركز، أحسنتم أحسنتم. مرة أخرى، أنا، نحن، هو، هي، أنت، أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.